تعد عملية احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه طريقة لتقليص انبعاثات غازات الدفيئة، وتشتمل هذه العملية على استخراج غاز الكربون وتخزينه كاحتياطي تحت الأرض. بادئ الأمر يتم فصل ثاني أكسيد الكربون عن أدخنة الاحتراق، فالأدخنة الصناعية تحتوي على 15% فقط من ثاني أكسيد الكربون، أما الباقي فهو بشكل رئيسي بخار ماء ونيتروجين. لكن فصل الغازات عملية مكلفة، فهي تشكل ثلثي كلفة عملية الاحتجاز والتخزين. وتقنيات الاحتجاز في تطور، فاستخراج ثاني أكسيد الكربون بعد الاحتراق تقنية متقنة، إلا أنها تستهلك الكثير من الطاقة. تقنية أخرى تشتمل على احتجاز ثاني أكسيد الكربون قبل احتراق الوقود، غير أن التقنية ما زالت في مرحلة التطوير. في المرحلة التي تلي الفصل يتم ضغط ثاني أكسيد الكربون لنقله عبر خطوط الأنابيب أو السفن أو الصهائج إلى منشآت للتخزين تحت الأرض أو في أعماق البحار، ويتم حقن ثاني أكسيد الكربون تحت طبقات من الصخور المانعة لتسرب الغاز، ويخزن تحت ضغط حتى يصبح شبه سائل. تجدر الإشارة إلى أن المواقع المثالية للتخزين هي حقول الغاز والنفط الطبيعية القديمة أو الصخور المسامية المشبعة بالمياه المالحة.